استاذه لعبت حكم مخصوص ولايه جديد. طبعا معانا على تلفزيون الجيم السابع النهارده يعني شاعر النوبه زمن الثمانينات الجميل، الشاعر الاول الاستاذ عبد العزيز زين العابدين. طب انا هحاول افكركم بحاجه بسيطه من اللي هو اشتهر بيها. فاكرين اغنيه كفايه بعد؟ كان غناها المطرب المعروف بحر ابو جريشه. اهلا وسهلا معانا على تلفزيون الجيم السابع، منورنا. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. عايزين نتعرف عليك بقى. اهلا وسهلا، ده انا اللي اتشرف بيك اولا طبعا. طيب. اعوذ بالله من انا عبد العزيز زين العابدين، ابن من ابناء مصر طبعا قبل ما اكون نوب يعني. والحمد لله احمد الله ربنا يعني ادانا هذه الموهبه، فاصبحت مؤلف وملحن جمعيه المؤلفين والملحنين بالقاهره وباريس. عضو عامل من 42 سنه. نجم الثمانينات. يعني كلمني عن الثمانينات. طبعا ده زمن الفن الجميل اساسا حتى في جمهوريتنا في مصر، يعني كان في اغاني جميله جدا يعني، مش بس احنا بس يعني، كان مصر اللهم صل على النبي يعني، كان المطربين كل واحد كان عنده داتا خاصه بيه، بس كان يعني زي ما تقول اشراقه على مستوى الفن المصري كان عامه يعني. فاحنا كنا من ضمن يعني طلعت الفرقه بتاعتنا دي ايام الزمن الجميل، فرقه الفنان علي كوبان، وانا من خلالها يعني كنت بعت للفرقه كلها بحيث ان بقدم لهم الاغاني الخاصه يعني بيهم، وربنا وفقني ربنا وفقني الحمد لله ان انا قدرت يعني السنين كلها اللي قضيناها مع الفرقه ان انا كنت بدي مجموعه المطربين يعني، ومن ضمنهم طبعا البحر ابو جريشه وحسين بشير واخواتي ناصر ومنصور وفي حسن الصغير واحمد هارون وعبد الله ندى، هنقعد نعد بقى مش هنخلص يعني. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن حياتك، انت فين؟ انا والله اختفيت ليه؟ نعم يا فندم؟ لا انا ما اختفيتش، هو المغزى يعني المجال حاليا او التكوين دلوقتي اللي احنا فيه زي ما انت شايف فيه خزعبلات يعني، كان زمان الكلمه الراقيه فاحنا من اصحاب الكلمه لا مؤاخذه اللي هي الهادفه يعني، النهارده بيتكلموا على حاجات يعني بعيده عن طبعا الواحد مش عارف يقول يعني، ورغم كده بكل اسف بتكسر نجاحات جامده يعني، هيهات بين عبد الحليم حافظ ولا ام كلثوم، الكلمات اللي كاتبينها دول واللي غنوها زمان ما بتوصلش لاعداد الملايين، يقول لك فلان الفلاني عدى 2-3 مليون، ما حصلتش مع عبد الحليم حافظ ولا مع ام كلثوم. فالنهارده الكلام الرايج لمصر الكلام اللي هو بيبقى بنقوله في قلب مصر، قلب الحاره في المجتمعات اللي هي الشعبيه، فاصبح كلمه. انما طبعا ما شتان الفرق ما بين الكلمه زمان حتى اللحن طبعا، اسمع حاجه البليغ ولا الصباطي الواحد يجمع، النهارده يا دوب اللحن قد كده تيتا تاتا تا وروح داخل تيتا تاتا تا وروح داخل. طبعا انا ابن الزمن القديم بفتخر بهذا يعني، انما ما زلت احيا يعني وشغال. البحر لا يجف الا بقى ما يعني ربنا سبحانه وتعالى ما دخل، بقى يوم ما تنتهي الحياه انتهي. اكيد. طب قول لي بقى يعني اشتهرت اكتر حاجه في الثمانينات بايه؟ والله طبعا الزمن ده كان زمن الكاسيت، اول ما بدانا احنا كنا احنا يمكن الناس الوحيدين اللي بدانا في الكاسيت، الفرقه اللي جايه بكاسيت الاستاذ الله يرحمه قائدنا ورائدنا كنا الله يرحمه علي كوبان، عملنا بقى شو هو كان قبلينا كمان عمل بتاع شريطين كده مع بعض، فدخلنا في بحر ابو جريشه ودخلنا مع حسين بشير ودخل ناصر منصور مجموعه، وكانت اولا النهج الموسيقي بتاعنا احنا او الموسيقى الخماسي بتاعنا والخط الخماسي ملا مصر جدا، وكان حرفيه اللحن كان جديد على المستمع، ما كانش بقى الواحده ونص اللي ماخذ الحاجات الشرقيه، فالنغمه بقت غريبه وحلوه على الناس، فتلاقي الناس استقبلت الحاجات بتاعتنا النوبيه دي بمنتهى السرور والسعاده، لدرجة طبعا احنا نوبيين ومصريين قبل ما نكون نوبيين، هتلاقي اخواتنا المصريين او اهلنا المصريين نفسهم في افراحنا يرقصوا ويغنوا فرحانين وبيرقصوا زينا ويلبسوا زينا، الحمد لله دلوقتي احنا يعني تشوف المصري يعتبر مصري نوب ونوبي مصري. صحيح. الحمد لله. هما الاثنين ما فيش فرق ما بينهم. لا ما فيش فرق، بقول لك يعني الموسيقى اساسا بتبقى شيء عالمي يعني، حتى اللي مش تبعنا. او الموسيقى الخارجيه زي ما احنا بنستمتع بالموسيقى الهنديه والموسيقى الانجليزيه، فطبعا الموسيقى دي لغه عالميه، فلما نزلنا طرحنا الحاجه بتاعتنا لان طبعا اتجاهنا من الجنوب الى الشمال قربنا من مصر، يعني طبعا كنا
في بلاد في الجنوب ما قبل السد العالي. فلما جينا هنا ظهرت الفنون بتاعتنا وتراثنا وحضارتنا، اصحاب حضاره طبعا معروفه يعني تمتد من الاف السنين يعني، وطبعا حضاره مصريه قبل ان تكون كل الحضارات اللي ارتبطت بجمهوريه مصر العربيه هي حضاره مصر. فطبعا الحمد لله يعني ماشي. عبد العزيز دين العابدين كتب كفايه بعد لمين؟ لا لي بقى استاذ بحر ابو جيش كانت يعني أيوة نقطه الانطلاق يعني. ايوه انت كتبتها له، لكنك في الاصل كنت كاتبها الفنان ياخدها او غيره ياخدها. لا هي لا بتكلم على انك انت مين اللي كنت حاسس تجاهه بشعور كفايه بعد. وانا اما بكتب الاغنيه حتى كفايه بعد دي يعني جت كنت بسافر دايما يعني وبحكيها حتى دايما بسافر في حاجه اسمها اغنيه اللحظه، فدي كانت كفايه بعد دي اغنيه اللحظه. جت ازاي بقى حضرتك؟ كنت بسافر دايما بعد حكايه العبور يعني لما كان ليا شرف العبور من 73 من ابطال مصر. كم سنه صحيح؟ انا عندي داخل في 73 سنه. طيب قول بقى ده انت حاربت. اه الحمد لله حاربت. طب قول لي كنت بتعملوا ايه بقى ايام الحرب؟ حاجات انت ما شفتهاش. احنا كنا هنا في وقت نكسه يعني البلد تكاد تكون يعني الانسان مننا يعني حاسس بقهر الهزيمه. فطبعا الحمد لله ربنا انتصرنا لما توحدنا على كلمه واحده لله سبحانه وتعالى وكلمه الوطن. فاحنا ابناء العبور 73 شهداء الزملاء اللي كانوا معانا وعلى مستوى الجمهوريه من كل محافظات مصر، في كل بيت كان في شهيد واثنين. وبعد كده طبعا فرحه الشعب المصري. اسرائيل كانت بتقول عمركم ما هتعدوا ولا هتقدروا. الحمد لله ربنا اكرمنا اما تقربنا الى الله وقلنا الله اكبر عدينا واللي استشهد طبعا يا ريت الواحد كان استشهد. الحمد لله يعني فدول عند ربنا وفي جنه الخلد باذن الله. فربنا كرمنا عدينا بس بعد مشاوير الحرب بقى خدت مشاوير الغربه. فسنتها بقى ما سافرت كانوا بيطلقوا عليها شاعر الغربه، شاعر الغربه المهاجر. طلعت اغاني كتيره جدا في غربتي زي اغاني مجادير، تعبنا من المشاوير برضه كانت في بحر بريشا. قصه كفايه بعاد ده بنسات حكايه اللحظه ان انا كنت بسافر وجيت والد الله يرحمه يعني كان بيتعرض للامراض دايما. فاختي بتكلمني بقول لها من فضلك يعني ما تحطيش ملابس كتيره انا عندي في الغربه يعني حاجتين ثلاثه بس. فبكت بتقول لابوك عنده القلب يعني وانت ممكن تسافر تحصل حاجه وتتمنى انك كنت تبقى موجود. كفايه سفر كفايه غربه كفايه بعاد. وبكت وانا قاعد لا مؤاخذه على الكنبه لقيتها كانها بتديني اشاره للبدء اغنيه. فروحت كاني بكلمها كتبت لنفسي بقى كفايه بعاد كانها هي بتقول يعني كفايه بعاد كفايه خليك على طول وياي سنتين واقفين على المينا بتروح ولا تسال فينا صابرين والشوق قوينا اسمع يا عم. فكانت البدايه اسمها اغنيه اللحظه يعني هي بكت. فطبعا انا حسيت بكلامها وبناء طلعت الاغنيه وكانت يعني هي الاغنيه بصراحه كانت فسوخه يعني في الشريط الاولاني للشريط كفايه بعاد. كان في اكتر من اغنيه زي قلب العطوف وهاجر وحاجات كويسه يعني. طب قولي كان ايام الحرب انت كنت بتكتب شعر؟ اه طبعا. يعني ايه الحاجه اللي انت كتبتها وانت في وقت الحرب كده كانت بتعبر عن تعبكم وعن لا انا كتبت في سنه 74 سياده طبعا الحرب كانت 73 هنا في مصرنا العزيزه كانت بناء على الحرب كتبوا كده في الشوارع والميادين وزاره الثقافه بالاشتراك مع رئاسه الوزراء كتبوا حاجه اسمها شعراء مصر بينادوا شعراء مصر ادباء مصر على سبيل يكتبوا في الشعر وفي الزجل وفي الاغنيه وفي القصه ازاي؟ اعوذ بالله من قلت انا من ضمن الناس اللي دخلوا في الشعر. كنت اصبت في 73 في مستشفى القصاصين في العبور وانا قاعد في سرير المرض او سرير الاصابه مستشفى القصاصين فكتبت ملحمه العبور. كنت بقولها بعد الحرب ما رجعنا من الحرب كنت بقولها في مناسبات كتيره جدا. ممكن نسمع كلماتها؟ لا هي كبيره اسمعك حاجات يعني هي بتتكلم على طبيعه الشعب المصري قبل ما نخوض في العبور ان شعبنا شعب طيب وابن نكته وبيقول عن احداثه حتى ايام الرئيس عبد الناصر كان الرئيس كان بيبعت الناس بتوعه كان يشوفوا الشعب بيقول ايه من خلال النكته بيعرف معاناه الشعب بيقول ايه يعني محتاج ايه
فانا بصور الاول شعبنا الطيب ده يعني بينكت ويضحك وبيحب الناس ويحب الدنيا، بس ساعه ما يكون في حرب كله بقى بيترك الاكل والشرب وكل حاجه ويلبي الندى. وبناء مكونات ملحمه العبور ربنا وفقني وانا قاعد على السرير هناك مستشفى القصاصين، طلعت ملحمه العبور وهي كانت كبيره وخدت عليها جايزه ضمن يعني كرمتني الدوله انا خدت عليها سنه 74 او اخر 74 وهي اسمها ملحمه العبور. انا ممكن اقول ان سعدت بجزء منها طبعا. الاول في البدايه بحلف بحياه جنودنا اللي عبروا، فبقول وحياه جنودك يا بلادي لجعل تاريخك ملحمه زي نجم عالي عمال بيضوي في السماء. لاجلك انا يم الهنا عديت انالي ودفعنا ثمنه دمنا، لاجل ان تعود سينا الحبيبه ارضنا. ايوه خلاص ما عادش حد يهمنا، ومهما جاب لينا العدو من طيارات من دبابات مهما يجيب مستحيل يقدر يوقف سحبنا. هحكي لكم قصه يوم سبت حصلت على القناة. أنا أصلي واحد من الرجال من اللي نالوا شرف العبور شرق القناة، لما قالوا لنا نعدي نضرب بشوية عيال إسرائيل الرمة ما جابت رجال. شوفوا إيه حصل وإزاي يا مصر جيشك الكبير لشرقك وصل. الأولى في سينا عدونا في سينا وعامل فيها ساتر، والثانية كان عالي وكبير وبصلاحة كان ما لهش آخر، والثالثة لو أي جيش غير جيشك يا مصر ما كانش عدى وقال يا ساتر. كلنا كنا في صيام انا والله فاكر رمضان طبعا، كلنا كنا في صيام انا والله فاكر، واللي له ليلتين منام فوق كل ده ولا وحش فاطر ولا جند فاطر. البطون جاعت قوي عملت كده زي اتوبيس زحمه قوي، والكمساري بيصرخ يقول يا ناس تذاكر. بصراحه كنا جوعانين ولليهود متشوقين، ولما زغرت مدفعي قالوا لنا فطركم وجه. مديت ايدي اشيل سلاحي وطلعت ولا طلعت رجب، طلعت على الساتر الحزين. ياه كل ده عملوه لمين؟ علشان انا المصري والجندي الامين اللي بذاكر لك من سنين. ابدا وحق المصطفى لهد له لو كنت هندفن تحت الطين. وهيلا هوب هديناه ودخلنا نهجم على المواقع، فتحنا ثغرات كتير وما خليناش موانع. تني انا وابطالنا طالع بصيت لقيت مئات يهود هجروا الدشن، ما كانش والله يا برلي في العشم. وبصيت لسيدة وجدتها بتقول نشيد، وادي دشمة تانية يا اخوانا اتكسرت رغم ان مبنية بمسلح حديد. انا مهما قلت مستحيل اوصف لكم، انا ابن مصر اللي بنيت على كتفها وعلى كتفكم. لكن هقول لو شيء قليل من اللي جرى لما هجمنا هناك في شرق الانطره، ايه يا ريتكم شفتوا المسخره. ايوه بصحيح المسخره، لما اليهود هجموا المواقع ورغم الذخيره يا اخوانا جوه المدافع ومتعمره، عملوا في سينا مستعمره ومستعمره هدموا البيوت الانطره، هدموا البيوت. وساعتها اتمنيت يا بلدي على ترابك اموت، وعلى جتتي ما خلي واحد من العدو يعدي ويفوت. اموت يا بلدي ونموت بداكي كلنا، ولا يهودي ولا امريكاني يجي يدنس ارضنا، ده احنا مالناش يا بلدنا غيرك انت وربنا. افرح افرح وقوم يا شعبنا، سينا رجعت ملكنا بهذا الزمن. سينا رجعت ملكنا، انا الجندي الجندي عبده اللي خطه للعبور، ومعايا من شبان بلدنا ناس كتير كتير، منهم خليل ومرعي والبطل عبد الصبور. احنا بايدينا فحتنا لليهود قبور، ده احنا النصور. وندر يا سينا وده اللي حصل، ندر يا سينا ان نزرعك كل وزهور، ونربي فيكي كل انواع الطيور، والزرع الاخضر نجمعه نعمله حنه وبخور، وجوه جبالك لما اديلك من السد نور. دي كلمه بسيطه كتبتها منا بطل من ضمن ابطال العبور. كويس انا فاكر بلا 48 سنه دي ملحمه العبور. ملحمه العبور اه طبعا اكلت منها حاجات طبعا. يعني متجوز الحمد لله. عندك قد ايه حفظها؟ انا عندي 73 سنه. اه يعني قد ايه؟ عندي الحمد لله اربعه يعني ربنا يخليك. ثلاثه اولاد وبنت.